السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. الحياة كلها مليانة أسرار، ومن سر الحياة مرض كورونا. مرض كورونا اللي كلنا ما كناش متخيلينه ولا متوقعينه، ولا كنا متخيلين إن الحياة شايلنا هذا السر. مرض كورونا اللي وحد واللي خلى الكل واحد، اللي ما خلاش الغني يبقى ليه علاج خاص والفقير ليه علاج خاص. مرض كورونا اللي ساوى ما بين الناس. لأول مرة هقول شكرا كورونا، شكرا كورونا على إنك خليتينا نحمد ربنا ونقرب منه أكتر. شكرا كورونا على إنك خليت الفقير يحس بقيمته زي الغني. شكرا كورونا عشان خليتينا كلنا نحس ببعض. طبعا موضوع حلقتي النهاردة بيتكلم عن الشعر. يمكن الأشعار ويمكن الأغاني هي تهون علينا هذا البلاء وهذا الأمر، وندعو ربنا أن يعدي الأمر ده على خير، وأن الدنيا تعدي على خير بمشيئة الله. النهاردة معايا ضيفي هو شاعر ومغني ومقلد أصوات، حد في منتهى الجمال، بجد تشرفنا بيه ورب يعجبكم وإن شاء الله هيعجبكم. هنسمعه بعد الفاصل، انتظرونا بعد الفاصل مع شاعرنا الجميل محمود شحات. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة. حلقتنا النهاردة مختلفة شوية عن الحلقات اللي فاتت، بتتكلم عن شاب عنده موهبة. دلوقتي احنا لو كل واحد دور جواه يلاقي موهبة، تمام، المفروض ان احنا نحاول نكتشف موهبتنا دي وننميها، علشان كل واحد فينا يكون مختلف عن التاني في موهبة معينة. حلقتنا النهاردة مع ضيفنا أستاذ محمود شحاتة، هيغني، هيقلد أصوات، هيقول شعر إن شاء الله. يعني نورتني يا أستاذ محمود، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا هند. صباح الخير يا أستاذ هبة. صباح الخير عليكم كلكم. صباح الخير عليك أستاذ محمود. في البداية كده حابين إن أنت تعرف نفسك للجمهور أكتر. يعني طبعا محمود شحاتة محروس، مواليد المنيا، تمام، مركز المعسكر الادبي، تمام، خريج دبلوم صناعي، تمام. بدات موهبتي من صغر كده، عندي 19 سنه. تمام، حلو قوي. تمام. طب يعني ازاي عرفت ان انت بتقلد اصوات، او ازاي عرفت ان صوتك حلو؟ يعني امتى قلت لنا من 19 سنه؟ ازاي؟ هو انا من 2011 او 2010 على ما اعتقد، تمام، بدات اقلد اصوات ناس، بالاخص اصوات الليمبي، تمام، واصوات برضو لاحمد سعد، تمام. كنت بقعد اردد معاه كده مع الاغنيه اللي كان بيغنيها على طول، كنت بردد معاه على طول، فلقطت منه الموهبه. تمام. طيب حضرتك ايه اول اغنيه حضرتك غنيتها ومن ساعتها عرفت ان انت عندك موهبه وبدات ان انت تنمي الموهبه دي؟ ولو في حاجه ممكن تسمعها لنا. اغنيه سامحيني يما، تمام، كانت للفنان احمد سعد، جميله جدا، احنا الطلبه ممكن اسمعها لكم. طب اتفضل حضرتك. سامحيني يما، حياتي ملطشة معايا، أهوان عليا أموت ولا إني لحظة أشوف فعلي كده معايا، معرفش ليه مرة في حالي وكأني طعم الحياة. يما يما ده مش حالي، سامحيني يما. الله ينور. تسلم تسلم.
طيب في حاجه برضو كنا عايزين نعرفها، سمعنا عن حضرتك اللي انت برضو بتعرف تقلد اصوات كويسه جدا، طيب ممكن حضرتك تقلد لنا حاجه صوت؟ تمام. اصوات ايه؟ تمام تمام. صوت الليمبي مثلا. تمام تمام. طبعا كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. طبعا احب اعرفكم النهارده باذن الله لقاء جميل جدا مع الساده الحضور طبعا والساده المشاهدين، واحب اشكر كل الناس الموجوده هنا معنا، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يعدل الازمه دي على خير وخير ان شاء الله. تمام جميل جدا. انا عايزه اسال حاجه، هو مش صعب شويه ان انت تقلد وتغني يعني في نفس الوقت، وخاصه ان ممكن يعني لازم يبقى في تغيير في الاصوات او تبديل طبقات مش عارف ايه في الغنى، الحاجات دي مش صعب شويه؟ هو صعب طبعا. تمام. لان بتخش من موهبه لموهبه تبقى صعبه بالظبط، اكيد. بالظبط، هي بتبقى صعبه بصراحه، فدي طبعا موهبه عند ربنا سبحانه وتعالى وانا بحمد ربنا عليها والله. الحمد لله جدا. الحمد لله. تمام. طيب حضرتك فكرت تكتب مثلا اغنيه لنفسك او حاجه، ولا اكتفيت بانك تغني مثلا وتقلد اصوات بس ما تكتبش انت بنفسك اغنيه؟ اكتفيت ان انا اغني لكن ما حاولتش ان انا اكتب، يعني ما كتبتش حاجه لنفسي خالص. تمام كويس. لكن اتمنى ان انا اكتب باذن الله، انا هيكون قريب ان شاء الله. ان شاء الله قريب باذن الله. استاذ محمود، طبعا اي شاعر او اي حد عنده موهبه بتبقى ليه صفحه، الصفحه ديت ممكن المعجبين او حد عايز يتبنى حضرتك يعمل لك حاجه كويسه لحضرتك بيبقى فيه صفحه لحضرتك، كنا عايزين نعرف الصفحه ديت نوصل لها ازاي، او القناه لو في قناه لحضرتك ممكن برضو نوصل لها ازاي على اليوتيوب؟ بصفحتي اللي هي على الفيسبوك باسم محمود شحات الشاعر. تمام. لينك الصفحه بتاعت قناه اليوتيوب موجود على الصفحه للتواصل برضو. تمام. وكل جديد هيكون عليها باذن الله ان شاء الله. تمام. طيب دلوقتي لما بيكون في حد عنده موهبه وبيجي مثلا يتكلم حد تاني، والله انا بعرف اغني او بعرف اقلد، هتلاقي كتير قوي معارضين وهتلاقي برضو مؤيدين. تمام. هتلاقي ناس تشجعك وناس هتحبطك طبعا، فاهمني؟ مين اكتر الناس اللي شجعتك؟ والله هو اهل حتتي، اهل قريتي طبعا. تمام. هم بعض ما سمعوا اصواتي في اي صوت كانوا بيشجعوني كويس قوي. في ناس بقى برضو زي ما انت بتقولي لا ما ينفعش، بتحبط وكده، احباط وكده، فهو كل واحد بيمشي بارادته يعني. بالظبط صح. اللي هيعمله هو ليه يعني، مش لحد. صح. حلو ان انت تكمل رغم ان في يعني ناس معارضه او ناس محبطه بمعنى صح. حلو ان انت تقدر تكمل يعني. اكيد طبعا. هو عامه بيبقى في الكويس وفي الوحش، واحنا اهم حاجه حضرتك بتكون الثقه بالنفس دي اهم اي حاجه. والاراده ان هو يقدر يكمل. اكيد بالظبط كده، فانت خلاص بتمشي على. طيب تمام تمام. طيب دلوقتي معنا مداخله لحضرتك استاذه زينب من القاهره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. محمود صوته جميل جدا، ونتمنى ان هو يعمل لنا حاجه تكون حلوه كده ان شاء الله. يا ان شاء الله. كمان هي طلعته والكلام ده وخير ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا شكرا جزيلا. ان شاء الله. طبعا استاذ محمود، في كل اسره بيبقى في موهبه مثلا معينه. طيب في الاسره عندكم حد زي حضرتك كده، ولا الموهبه عند حضرتك؟ لا، هو في ابويا عنده موهبه برضه، موهبه حلوه، بس هو مش مقتنع بالموضوع خالص. ما نمهاش برضه، خدت من يعني احتبر خدت الموهبه برضه من ابويا، صوت ابويا في برضه نبره كويسه. فانا بدات لما كنت اسمعه كنت قررت ان انا اكون مثلا عندي موهبه برضه ولقط الموهبه منه. شجعك؟ اكيد شجعني. طبعا اكيد ان هو شجعك ان طبعًا. انت تستمر حضرتك في المشوار ده. طبعا. تمام. طب حابب تقول حاجه مثلا لاهل قريتك او لوالد حضرتك، الناس اللي شجعتك بمعنى اصح؟ طبعا احب اشكر اولا ربنا سبحانه وتعالى، احب اشكر بالله. والدتي اللي هي سر النجاح. اكيد اتمناها والله تكون تسمعنا دلوقتي، هي سر النجاح. وابويا طبعا، واحب اشكر اهل قريتي كلهم، وده باشا طبعا
قريه محترمه بتحب الخير لكل بعضهم وطبعا انا فخور بيهم يعني ان هم برضو بيدعموني انا فخور بيهم طبعا يا فندم. اكيد تمام. طيب معانا مداخله تانية دلوقتي استاذ عادل. الو. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ انا بصبح عليكي وبصبح على البرنامج وبصبح على فريق الاعداد. صباح النور. وبصبح على الاستاذ الكبير محمود شحاته. حبيبي يا باشا. صباح الخير. ومحمود من الاصوات اللي لها موهبه واللي لازم ان احنا ندعمها ونشارك معاها. اكيد اكيد ان شاء الله. وربنا يوفقه ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. يا رب. اللهم امين. يا رب. ربنا يوفقه ان شاء الله. وبتمنى ان اسره البرنامج تدعمه وتساعده ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله يا فندم باذن الله. شكرا لاتصال حضرتك. شكرا. طيب استاذ محمود، بما اننا بقى داخلين على شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. ممكن حضرتك تسمعنا اي حاجه عن شهر اغنيه لشهر رمضان؟ تمام. رمضان رمضان شهر البركة والقرآن. رمضان رمضان شهر البركة والقرآن. يا رب وعدنا بالصلاة في المساجد، يا رب ارفع عنا البلاء. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. طيب حضرتك شايف ان المواهب اللي زي حضرتك ليها دور في الأزمة اللي احنا فيها دي، أزمة كورونا؟ والله هي ليها دور طبعا. بتبدا اولا يعني بالادعيه في الازمه اللي احنا فيها دياتي، بتبقى الواحد يعني الوقت واقف طبعا. فالمفروض يعني الواحد كل الدنيا واحد كلها عامه الواحد بيبدا بيصنع من نفسه. يستغل الوقت بمعنى اصح ان هو ينمي موهبته كده، يعني يكتشف موهبته اسرع يعني في الوقت دويتي. اتمنى التوفيق لكل الموهبه اللي زيي طبعا. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب. طيب نسمع حاجه تانية. تمام. ماشي اتفضل. تمام. اغنيتي انا سلمت الجديده. تمام تمام. يا ريت حضرتك سمعها لنا طبعا. تمام اتفضل. انا سلمت قلبي وروحي لعينيكي، وقررت ان اعيش ليكي واشيلك جوا عيني كمان. في قلبي مكان محد الزار يوم ابدا، ودلوقتي انت في فعلا وساكنة فيا أغلى مكان. حياتي بيكي بتبتسم، يا ضحكة حلوة بتترسم على ملامح قلبي وعنيا. بهواكي وعندي ميت سبب، يا راحة نسيتني التعب، يا فرحة غيرت كل ما فيا. الله ينور. الله ينور يا استاذ محمود. الله ينور. طبعا طيب حضرتك يا استاذة هند، بس هنطلع فاصل دلوقتي. تمام. ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. تمام. مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين معاكم مع شاعرنا محمود شحيتة. قبل الفاصل كنا بنسأل حضرتك، طبعا ليك اغاني كتيرة عن الحب والفراق والهجر والحاجات دي كلها. طيب اكيد طبعا من ضمن الاغاني ديت كان في طبعا للست الوالده، طبعا في اغنيه حضرتك اكيد عاملها ليها، ممكن نسمعها؟ هو مش عاملها لكن ممكن نغني لها اغنيه ليها. تمام اتفضل. تستاهل كل خير هي اول. اكيد طبعا اكيد طبعاً. ربنا يبارك لك فيها يا رب. اكيد اتفضل. يما يا نور عينيا، الله يخليكي ليا،
ويزيد خيرك عليا روحي تزيد ارتياح بركة دعاك تحمي روحي وتعلي اسمي وان دقت بيا يما بالقف حضنك براح يا احلى كلمه طعمها حلو في لساني حبك في قلبي مش هيبقى لحد تاني وطريقي سهل حياتي حلوه وانت فيها ولقيتني لما قلبي جي اختار حبيبه فيها من ملامحك يما حاجات معجون بطيبه. تمام الله ينور على حضرتك. الله ينور. طيب كورونا وازمه كورونا طبعا الموضوع المتداول يعني كل يوم بنتكلم فيه. طبعا ناس كتير قوي كتبت حاجات الفتره دي علشان كورونا تمام اغاني وكده يعني وتشجيع وكلام من ده. سمعنا او حضرتك قلت لنا قبل الهوا ان انت كتبت اغنيه فممكن تقول لنا جزء بسيط حتى منها كده. هي حته صغيره جدا. تمام مفيش مشكله اتفضل. ازمه وتعدي أزمة وتعدي ومفيش حد قدك ولا قد أزمة وتعدي أنا مصري ومن أي صعب أعدي أزمة وتعدي وأنا بحلف بديني وربي أزمة وتعدي أزمة وتعدي وأنا بدعي والله من قلبي أزمة وهتعدي. كويس إن دي آخر حاجة ختمنا بيها حلقتنا النهاردة. أستاذ محمود نورتنا طبعا. نتمنى لحضرتك مزيد طبعا من التفوق والنجاح إن شاء الله. نورتنا أستاذ هند تحب تضيف حاجة؟ طبعا شرفتنا أستاذ محمود ونتمنى لك المزيد من التفوق والنجاح إن شاء الله. شرف لي طبعا أنا موجود مع حضرتك إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا خلاص هند تمام. انتظرونا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في حلقه جديده من اسرار الحياه الساعه 11 صباحا.